السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا، بيخليك تعمل مواقع انترنت بسهولة جدا من غير أي مجهود، زيرو كود، يعني أنت مش مضطر تكتب أي كود أو تتعلم لغة برمجة أو أي حاجة خالص، لا كله دراج أند دروب بسهولة جدا باستخدام الذكاء الصناعي، تلاقي الموقع بتاعك اتعمل بالشكل دوت. كل عنصر بتدوس عليه بيبدأ يقول لك إن أنت تقدر تعدله، لو في تكست تقدر تعدلها، لو في صورة تقدر تبدلها، لو في مثلا ايميل معين، في اي حاجه انت عايزها تقدر دراج اند دروب، تقدر تسحب دي لهنا، تقف على الحاجه يبدا ان هو يديك امكانيه ان انت تعدل فيها. فبتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط، مجرد تسحب الحاجه تلاقي الحاجه تتحرك معاك، تقدر تحط اشكال معينه، تقدر ان انت تصغرها تكبرها تعمل لها روتيت، كل ده بسهوله جدا زي ما انت شايف. فالموضوع بيبقى اسهل بكتير جدا من ان انت تعمل برمجة، ولما تخلص مجرد بس تدوس بابلش يبقى عندك الموقع بتاع شركتك او المنتج بتاعك جاهز تقدر انت تشتغل عليه. فده من المواقع اللي بتشتغل بنو كودز، مجرد ان انت بس ايه يعني بتعمل سيلكت على حاجة تلاقيها بدأت تتعدل معاك. هو الـ AI بيعمل لك SEO، SEO يعني بيبقى صديق لمحركات البحث بحيث ان انت تظهر قبل بقية المواقع. في بلوجنز كتيرة جدا تقدر تحط، مثلا يوتيوب، تقدر تحط فيمو، تقدر تحط ميوزك، تقدر تحط أي حاجة من الحاجات اللي أنت عايزها، المهم ما تكونش فيها أي حرمانية أو أي شغل. تمام، دي باختصار الموقع، والموقع سهل جدا جدا في التعامل. ولو في أي أسئلة يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات ونجاوب عليها إن شاء الله. طيب أكتر سؤال بيكرر الأسعار، طبعا هو بيديك إن أنت تجرب مجانا وبعد كده بيقول لك لو أنت عايز الخدمة بتاعتنا تبقى فلوس. فبفري بيبقى فيه ان انت تقدر تعمل حاجة بسيطة ب$5 في الشهر، يبدأ يديك الموقع ويبقى فيه كاستم دومين، تقدر ان انت مثلا تسميه اسم مختلف، ما يبقاش فريم مثلا كذا. الفري بيبقى فيه بانر، هنا مبقاش البانر موجود. عايز اكتر ب$15 في الشهر، $25 في الشهر، ده اللي هو البرو، حاجة بروفيشنال. تمام، فأسعار معقولة ما فيهاش اي مشاكل خالص لو انت عايز تعمل موقع خاص بيك.